للمترو. الحين رحنا هم عينها هيسحبوا المترو، يعني هي ناس تكدس مش كفايه هم فوق كمان يبقوا تحت، هو اصلا زحمه لوحده. كانت ميني جامعات بقى، وهم اصلا ما بينزلوا بينزلوا كتل، مش فرد ولا اثنين ولا ثلاثه، وعدد كبيره ما شاء الله يعني. فيعني هو مش ناقص زحمه. بعدين انا اصلا مش فاهمهم ايه الفايده لما ينزلوا يزحموا المترو اكتر ما هو مسحوق اصلا، يستفادوا ايه؟ هما كده بيعطلوا البلد اكتر ما هي متعطله اصلا، وبالتالي بقى احنا كده مش هنشوف اي حاجه حلوه. انا جامعتي بروحها بالمترو، فمش مش مش عايز اقول لك اصلا بدري المترو ده بيبقى زحمه جدا، فمش ناقصه بقى. وبعدين المترو ده من اهم وسائل المواصلات دلوقتي. اه اللي هو الناس طالع من تحت، كان في شرطه تحت كتيره جدا، والماسكين المايك عاملين يقولوا الشرطه والجيش والشعب بايد واحده وكده. اه النهارده في التلفزيون قالوا الصبح ان هم نازلين بعدك كبيره وكده يعني. انا شايف برضو ان هي ملهاش لازمه، لان هما كانوا بيعطلوا الناس وكده يعني، ما فيهاش اي فايده يعني، لان احنا كلنا بنستخدم المترو دلوقتي. فيعني مش شايف ان هما لما يعطلوا الدنيا دي حاجه هتحصل، بس الناس هتتخنق يعني وهيعطلوا الناس وخلاص. اللي ما شمت فينا اعداءنا واخد بالك ويحفظ هذا البلد، بس ده اللي نقدر نقول، ان لازم كنا نتكافل كلنا مع بعض، واخد بالك البلد دي هتروح. شكرا. ده رأيي ان هم حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، معلمات واللي حصل فيهم ده كله منهم لله وربنا ينتقم منهم يعني. واحنا مع السيسي وهنفضل معاه، والمترو مش هيتقفل ولا اي حاجه هتتقفل، ان شاء الله القطر هيشتغل والبلد هترجع زي ما هي. المرسي برده مش هيرجع يعني. ايوه طبعا بروح في شاويري كلها، وبروح عند والدتي، وبروح الاماكن كلها بالمترو.